عدسة العين الطبيعية ما بقتش شفافة زي الأول، وده طبيعي جدا في حسين السعيد، ده حاجة طبيعية جدا، وده أسطور حتى في القرآن، المرء لو ابيضت عيناه من الحزن وهو إيه؟ وهو كظيم. فالمية البيضاء علاجها مش قطرة، لازم يبقى شرط مية بيضاء ونزرع عدسة أسنانها. هل يا دكتور كل العمليات بنزرع فيها عدسة؟ كل ما طب يا دكتور أي نوع من العدسات بنزرع للبعيد ونلبس نظارة؟ لا انا عايز اعمل القريب والبعيد، ما يناسبهاش الشبكيه بتاعتها تعبانه وعملت عمليه قبل كده في الشبكيه، فمش مناسب بالنسبه لها الانواع الحديثه دي من العدسه. انا افضل ان نعمل نبتدي الاول باليسار اللي هي الاضعف، ثم بعد كده نعمل العين. تحسن النظر بعد العمليه هيكون في اليمين اكتر من الشمال للسبب اللي انا قلته لك. العمليه تاخد لها 10 دقائق للتخدير، تخدير موضعي، بتقعد في المستشفى ساعه وتروح الموضوع كله ساعة ونص ساعتين بالكتير في المستشفى. ما بنعملش العينتين في نفس الوقت، بنبتدي بالعين الأول ونعمل العين الثانية، بينهم من بعض أسبوعين أسبوع في الحالتين.